أودي خطابي هذا من على أنقاض منزلي هذا. وقف على أنقاض منزله المدمر وهو يلوح بيده لا للانتقام. نحن لسنا ممن ينتقم، ولن تأتي لنا هذه نشوة النصر، تأتي لنا نشوة النصر بأن ننتقم. الشيخ الحسن أبكر يعود إلى قريته في مديرية الغيل غرب محافظة الجوف، ومعه يعود المشردون والنازحون المنخرطون في صفوف المقاومة إلى منازلهم المدمرة بعد عام من مرور الميليشيا عليها في بداية العدوان، لكنها هذه المرة عودة المنتصر. صورة لا تبعد كثيرا عن تلك اللحظة التي وقف فيها أبناء عدن والضالع وشبوة وغيرها من المدن التي طالها دمار الميليشيا، وتحررت منهم ليعود السكان باحثين بين الأنقاض عن منازل سكنوها أو سكنتهم، لكنهم لم يجدوا فيها غير الركام. وقف الكهل ليخاطب المحيطين به ومن معه، ومن عاد منتصرا رافضا مبدأ الانتقام والقصاص كأي قائد يحسب للنصر أكثر مما يحسب للهزيمة. لكننا اليوم نقول ولعلها لحظة أخيرة، أنتم انتقمتم في حالة ضعف عندنا وعجز وعدم قدرة، ونحن اليوم من مصدر القوة ومن مصدر النصر نقول الحمد لله، شكرا لله، وعلى ما من بها علينا من نصر هو التواضع، ونقول لهم نحن لن نضركم إذا سالمتم. ولئن شق عليه إزالة الأطنان من هذا الركام إلا أنه استطاع إزاحة ما خلفته الحرب في نفسه وغيره ممن هجروا ودمرت منازلهم، ليؤكد أن تلك السمة الخالدة في أعراف اليمنيين وتقاليدهم التي تقول إن سمات اليمني الذي لا يحب أن يرى ملامح الإذلال في وجه خصومه.